الدين والغين. عاوز انتقل معاك زي ما بكلمك على الحكام وعلى اخطاء الحكام وعلى ان هم عنصر اساسي ورئيسي في ضياع بطولة الدوري من النادي الاهلي. لازم اكلمك عن خطايا مستر بيتسو موسيماني. لازم اقول لك ان مستر بيتسو موسيماني هو العنصر الاول في ضياع بطولة الدوري من النادي الاهلي. ليه يا عم ابو المعاطي بتقول كده؟ يا عم ابو المعاطي حرام عليك، خلينا نلبسها للحكام بس، ابقى كذاب، ابقى راجل غير امين معاك كراجل اعلامي انا يهمني راحة ضميري، انا بشوف نفس صوت الضمير. زي بقول لك في حكام ظلموا الاهلي، زي بقول لك ان مستر بيتسو موسيماني هو اللي ضيع الدوري من النادي الاهلي. ليه ضيع الدوري من النادي الاهلي؟ شوف يا بيه، الفرق الضعيفه اللي كانت بتصارع من اجل البقاء ضيعوا على النادي الاهلي كام بونت. يا صبحي يا علي مش كده، يا شكر يا شعبان مش زي ما انت بتبعت. النادي الاهلي ضاع منه 4 بونت امام مين؟ امام البنك الاهلي، نقطتين لمحمد يوسف ونقطتين لخالد جلال. 4، عد معايا عشان تعرف ان الفرق الضعيفه هي اللي ضيعت بطوله الدوري من النادي الاهلي. الفرق اللي بتصارع من اجل البقاء. البنك الاهلي خد 4 بونت من النادي الاهلي، نقطتين محمد يوسف ونقطتين مين؟ ونقطتين خالد جلال. نقطتين محمد يوسف في الدور الاول وخالد جلال لما كريم بامبو تعادل في اللحظات الاخيره من عمر المباراه. طيب قد 4 بونت من مين؟ من البنك الاهلي. 4 بونت تانيين من الجونه. اتعادلت مع الجونه رايح جاي. ماشي؟ الجونه اتعادلت معاه 1-1 ورجعت اتعادلت معاه 3-3. ومع البنك الاهلي 1-1 ورجعت اتعادلت 0-0. 0-0 في الدور الاول، 1-1 في الدور الثاني. كريم بامب. والجونه 1-1 في الدور الاول و 3-3 امبارح. 1 لحد دقيقة 85 كسبان 3-1. وفي لحظة المباراة بتفك منه. قلبها مراجيح مولد النبي. قلبها يلا كله ينزل. قلبها كله يرقص، كله يلعب، كله يتنطط. هو ده مدير فني؟ ايه يا عم في ايه؟ ليه المباريات بتهرب منك في لحظاتها الأخير؟ قدام البنك الأهلي كريم بامبو في الوقت بدل الضايع. امبارح في لحد دقيقة 85 الاهلي متقدم 3-1. 3-1. وبعدين المباراة تحول ل 3-3 في الوقت بدل الضائع. الشبراوي جايب الجون الثاني للجونة في حراسة كل مدافعي النادي الاهلي ولاعبي الوسط. ضاربين له تعظيم سلام. اتفضل يا عم شبراوي هات الجون. ده كلام. فيبقى انت ضيعت 4 نقاط قدام البنك الاهلي و4 نقاط زيهم قدام مين؟ الجونه، ده 8 نقاط. غزل المحله خسرت من هناك بفعل محمد معروف وعدم احتساب ضربتي جزاء وعدم طرد المدافع، ادي كمان 3 بونت، ادي 11 بونت. ماشي؟ ومع بيراميدز فقدت 4 نقاط ايضا، التعادل 0-0 ثم التعادل 2-2 في الوقت بدل الضائع. الفكره ان هو ما بيعرفش يحزم الماتش لما بيتقدم. الفكره ان المنظومه الدفاعيه للنادي الاهلي سهل اختراقها. الفكره ان الافراد المدافعين للنادي الاهلي لا يتم تطوير ادائهم، ده اللي كان جاي كويس مستواه تراجع، بدري بنون. تراجع في المباراه الاخيره. تراجع. هنيجي بقى نقول لياسر ابراهيم علي مستواك، ياسر ابراهيم ساعه تروح وساعه تيجي، بس بترقص بالتليفون. هو والكابتن ايمن اشرف والكابتن رامي ربيعه. مفيش 2 مدافعين في النادي الاهلي تطمئن لوجودهم. تطمئن لوجوده. فبتيجي انت بتخسر 4 نقاط قدام بيراميدز و4 نقاط قدام البنك الاهلي و4 نقاط قدام الجون. لو انت بس خدت ال 12 بونت دول خدت الدوري وانت نايم في بيتكم. ومن المحل الصعد للدوري الممتاز بتخسر 3. ادي 15 نقطه. ومن طلائع الجيش ها بتتعادل بتعادل ظالم. لو في لعيب في الاهلي خبره كان وقف الملعب. كان وقف الملعب لحد ما ابراهيم نور الدين شاف الفار. لكن مفيش لعيب خبره بيوقف الملعب، ده كان حسام عاشور يقعد يتنطط قدام الحكم لحد ده كان حسام غالي يبرق بس للحكم يقف مكان. فمفيش ناس لعيبه شخصيه جوه الملعب يجبروا الحكم على العوده للفار او الانتباه لهذا الامر. طارق حامد بيروح يقف كده في وش الحكم بصدره. بن شرقي يخش عليه، امام عاشور يخش عليه، محمود علاء يخش عليه، الونش يخش عليه، بتلاقي الدنيا كلها يضطر انه يرجع للفار. لكن انت ماتش طلائع الجيش ما عملتش ده، فده كمان ايه نقطتين.
مع دجلة اللي هبطت رسمي اتعادلت 0-0 في الدور الاول. يعني انت فاقد عدوا بس معايا، وسموحة خسرت منها 3. يا عم سيبك من سموحة، سموحة في المربع الذهبي وثالث الدوري الممتاز، وارد تخسر منه، لكن مش وارد انك تتعادل مع دجلة وتفقد نقطتين، تتعادل مع طلائع الجيش تفقد نقطتين قد 4، تتعادل مع الجونة رايح جاي وتفقد 4 نقاط، 1-1 و3-3 ده 8، تخسر من محلة 3 بونت ماشي قد 11، تتعادل مع بيراميدز رايح جاي قد 4 بونت كمان يبقى 15، تتعادل مع البنك الاهلي كمان قد 4 بونت يبقى 19. يبقى لما يجي انكل ابو المعاطي زكي العبد الضعيف ده يقول لإدارة الكرة في النادي الاهلي موسيماني ابيض، موسيماني بتاع بطاطا، مش غلط، مش غلط في بتاع البطاطا خالص، بتاع البطاطا فوق راسي، موسيماني موسيماني مالوش فيه، مش كوتش موسيماني، تشوف المباريات الصعبه تحس ان هو كمبيوتر بيلعب شطرنج، سواء الترجي سواء سان داونز سواء كايزر تشيفز سواء نهضه البركان، تيجي في مباراه الدوري الممتاز ما تحسش انه بيلعب حتى سيجا خالص، تحسه انه ابيض، انه ناس الكوره، انه بحشر اللعيبه في الفرقه وخلاص. يا راجل لما البنك الاهلي اللي بيصارع من اجل البقاء لسه مطمن على القعاد امبارح بعد التعادل مع الاتحاد ياخد منك 4 بونت، ده انت تبقى ايه؟ ده انت تبقى ابيض خالص. لما الجونه تاخد منك 4 بونت، رضا شحاته اللي كان شغال مساعد وكل علمي شويه يجيب واحد اجنبي يقول له خليك مش عارف، لما يمشي يشتغل يجتهد لحد ما وثقوا فيه السنه دي، لما دجله الهابط ياخد منك 2 بونت، تكلموا في ايه يا جماعه؟ بتكلموا في ايه؟ يعني رضا عبعاه كان عنده حق يا بيه، انا بكلمك بالارقام مش رقم رضا عبعاه، انا دلوقتي بحلل ارقام وفي نهايه موسم، رضا عبعاه رؤيته الفنيه هو حر في نفسه، لكن انا بكلمك في ارقام، لما تخسر قدام البنك الاهلي 4 بونت تبقى انت ابيض مالكش في الكوره، يبقى انت مش كوتش طليق بالنادي الاهلي، لما تخسر من بيراميدز 4 بونت كمان في تعادلين منهم تعادل في الوقت بدل الضايع، لما تخسر من غزل المحلة 3 بونت، لما تخسر من سموحة في اللحظة الأخيرة، لما تتعادل مع دجلة، لما تخسر نقطتين من من طلائع الجيش، إيه يا جماعة في إيه؟ أنا بتكلم بكل أمانة والله، بتكلم من كل أمان، محدش بقى يجي يقول لي أصل ده إرهاق، لا، دي سمة مدرب. ليه؟ لأنها مستمرة طوال الموسم. الكلام ده هل يجرؤ محسن صالح ولا زكريا ناصف يقولوه؟ لا مش هيقولوه. ليه ما يقولوهوش؟ لأن هما بيقولوا اللي ما يزعلش الكابتن محمود، بيقولوا اللي يمشي المركب، بيقولوا اللي يراضي الكل، ما حدش بيعمل تحليل فني كده امين، كله بيجي قدام الكابتن محمود ماشي يشوف هو عاوز ايه، يمشوا على هواه ويرضوه، شو واحد عاوز يشتم، ما حدش فيهم بيجي يتكلم كده، ما حدش يعمل سكاوتنج كده، ده احنا ناس على باب الله، ها وما بنقولش ان احنا لا محلل الفني العبقري ولا الاوزاعي ولا كلام من ده، احنا مساكين وغلابه بس على الاقل بنحلل الارقام، لما ده يحصل يبقى موسيماني لا يستحق تدريب النادي الاهلي والافضل اقالته من الان. ليه؟ لانه هيخسرك الدوري الجاي وهيخسرك كاس مصر كمان. ليه؟ لانه هو مش كوتش، ما بعرفش حافظ على النتيجه، قدام الجونه متقدم 3-1 فرق هدفين، يجي فيه الجولين في 5 دقائق، ده انت بتاع ايه بقى؟ ده انت بفتيك على كده، ده انت بفتيك على كده ماشي. لازم الناس تحلل الارقام، اللي بيخاف على النادي الاهلي يقف قدام الارقام ويقول الكلام ده للكابتن محمود. الشيخ طه اسماعيل هو الوحيد في مصر اللي يقدر يقول الكلام ده للكابتن محمود الخطيب، مفيش حد تاني والله، ما في حد تاني الا بقى اذا لو هو سأل الكابتن عصام عبد المنعم، دول قامات او كابتن انور سلامة، الناس اللي هي بتقول كلمة الحق ويهمها مصلحة النادي الاهلي وما بيهمهاش انها تتواجد في منصب او على كرسي. فبقول لك بامانة الراجل ده هو سبب ضياع الدوري مع اخطاء الحكام اللي انا قلتها لك. بس انت لما تتعادل مع البنك الاهلي رايح جاي الصاعد للدوري الممتاز ده اول مرة في تاريخه تبقى كارثة. لما يعلم عليك محمد يوسف وخالد جلال تبقى كارثتين. لما تتعادل مع بيراميدز رايح جاي تبقى كارثه. ولما تفقد فوز كبير في الوقت بدل الضايع تبقى خيبه قويه من مدير فني. لما تيجي قدام المحله وتخسر 3 بونت
الصاعد للدوري الممتاز، يعني انت قدام فرقتين صاعدين للدوري الممتاز فقط 4-3-7 4-3-7 والجونة اللي هبط فقط قدام نقطتين، ادا 9 بالتعادل وتيجي قدام الجونة بتفقد 4 بونت رايح جاي. طب ما تجيب رضا شحاتة بقى، ما يبقى رضا شحاتة ده قد 100 موسيمان، يبقى قد 100 موسيمان لما موسيماني ما يعرفش يكسب، لما هو يعرف ازاي يلعب موسيماني ها وياخد منه 4 بونت. انا بحيي كل الناس اللي عماله تبعت نجوم وتبعت لايكات، لان ده اللي بيحب النادي الاهلي لازم يشاور الكابتن محمود الخطيب على الغلط، وده اللي عمله اعضاء مجلس اداره في النادي الاهلي، شاوروا له على اخطاء كبيره في اداره مستر بيتس موسيماني للفرقه، وتخوفوا من ضياع بطوله كاس مصر، وتخوفوا من وجود كوارث كرويه في شهر سبتمبر، انك عندك في 24 منه الرجاء، قالوا له يا كابتن محمود لو وصلنا وخسرنا ماتش الرجاء هتبقى كارثه. ليه يبقى عندك انتخابات؟ او على الاقل تبدا الموسم الجاي وانت مكسور الجناح، وساعتها هتغير موسيماني برضه. فالكلام اللي بنقوله ده يجب مناقشه الخواجه فيه. ما عندكش اداء في منظومه دفاعيه قويه. بص على سموحه مع احمد سامي، وبص على الناس اللي فيها والناس اللي عندك. احمد سامي واخد بهم ثالث الدوري وانت تاني الدوري. بص على اللي سموحه بيصرفه وبص على الاهلي بيصرفه. الاهلي بيصرف مئات الملايين من الجنيهات، سموحه بيصرف بضعه ملايين. شوف ده الراجل هناك في سموحه بياخد 300,000 جنيه احمد سامي، الكابتن بيتس موسيماني بياخد له 130,000 دولار، يعني ملايين داخل في 2 مليون جنيه. يعني راتب احمد سامي في الموسم كله قد راتب موسيماني في شهر، ومع ذلك احمد سامي يتفوق على موسيماني. بلاش يا سيد احمد سامي، رضا شحات بياخد منه 4 بونت. ليه؟ احنا بنحلل بقى بعد نهايه الموسم، بنحلل بعد نهايه الموسم. واحد بيقول لي انت ليه نازل سلخ في موسيماني؟ سيد الفاضل انا نفسي موسيماني يبقى احسن مدرب في الدنيا، لكن بنحلل ارقام دلوقتي يا استاذ، بنحلل ان هو خسر 4 بونت قدام البنك الاهلي دور اول ودور تاني 1-1 و0-0، بنحلل انه خسر 4 بونت قدام الجونه 1-1 و3-3، بنحلل انه خسر قدام بيراميدز 4 بونت تانيين 0-0 و2-2، بنحلل انه خسر 3 بونت قدام المحله، 3 بونت قدام سموحه، 2 بونت قدام طلائع الجيش ما عرفش يكسب، 2 بونت قدام دجله ما عرفش يكسب. لازم احنا نحلل ده. امال هم بيقولوا، بقول لك محلل الكروي ايه؟ الناس بقى اللي قاعده حوالين الخطيب هل يقولوا له الكلام ده؟ اشك ان الناس تقول للكابتن محمود الخطيب هذا الكلام، لكن ادرك تماما انه يتابعني، وادرك تماما انه سيفعل الصح من اجل مستقبل الكره في النادي الاهلي.